السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم حبيبي، عاملين ايه؟ يا رب جماعة تكونوا بخير وبصحة وسعادة وراحة بال. بيقولوا ليه ترمي الحاجة اللي عندك، اللي باقية منك، الحاجة اللي باقية منك في غيرك عايزها. الطيور كلها بتاخد كل البواقي اللي بتفيد مننا. بس قبل ما نقول الكلام بتاعنا النهارده ووصفتنا الهايله، اللي ما اشتركش في قناتي يشترك بقى وتشجعوني، وعايزين لايكات كتير 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 كده. خلي قناتنا تكبر ان شاء الله، مفيش حاجه تكبر على ربنا سبحانه وتعالى. ايه بقى يا بنتي يا بطه؟ دوشه دوشه دوشه. بص انا حاطه لهم ايه، بصوا، حتى خضره وحتى خس وحتى قشر بطاطس وقشر بصل وليمون وحتى حبه كزب نعمين. وادي الخضره اهي بقطعها عشان يعرفوا ياكلوها. تحطي للبط الصغير للبط الكبير لكله هياكلوا ويبقوا زي الفل. بس اللي انا جايه اقول لك عليه بقى النهارده، في حاجات كتير انت بترميها وما انتش عارفه فايدتها. لو تعرفي فايدتها مش هترميها ابدا. بصوا دي مية السمك. طبعا مية السمك انا لا يمكن ارميها، لا يمكن ارميها بقى. طبعا ما فيش حد في الدنيا ما بيفوتش عند، ما بيعملش بيت. قشر البيضة اهو، بصي. ليه بقى ما برميش مية السمك؟ لانها مية زفرة، والمية الزفرة دي الطيور كلها بتحبها. الطيور بتحب الزفرة، فالزفرة بتشجعها اكتر على الاكل. يعني تحطي اي اكل الطيور هتاكله. طبعا في بواقي رز اهو مع قشر البيض تاني اهو. بصوا طبعا قشر البيض ده ليه مش بنرميه؟ لانه كالسيوم يا جماعه، كالسيوم. بدل ما تروحي تشتري لهم كالسيوم، لا، هات عندي الكالسيوم طبيعي في البيت اهو. بترميه ليه مع ميه السمك ده؟ انت بتشوي السمك عندك في البيت، الميه دي ميه حيقه، ميه فيها ملح وفيها توابل وفيها حاجات كتير وفيها ريحه السمك. لما بتسقطي فيها السمكيه الميه بتزفر، بتبقى ريحه السمك. لما تحطي فيها بقى كده بواقي اكل، وتحطي فيها كمان حبه فول مدشوشين كده اهو. بصي حبه فول مدشوشين كده. طبعا انت بتحبي الزغاط وانا مش بحب ازعلك. اللي بيحب الزغاط يا جماعه اهو، عارفه الفول المدشوش ده كانك انت زغطتي الطيور بتاعتك اهي من اول يوم يا ستي. حطيه بقى، انت زغطتي من اول يوم. عايزه ايه تاني؟ بس كده يا بنتي يا بطه. لا 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 لا، بحط بقى حبه الشعير، حبه شعير كمان. اكله، بصوا، اكله من الاخر، اكله جبار. حبه الشعير كمان. يبقى انا النهارده عامله اكله موفره جدا. بصي الطيور بقى لما تشوف الاكله دي تعمل ايه؟ حاطه فول وحاطه شعير وحاطه مي السمك وحاطه بواقي رز وحاطه قشر بيض، اكبر كاسه تحطي له الطيور بتاعتك. الناس بتبقى عايزه يا جماعه تحط تزغط طيورها. انا بقول لك زغطيهم من اول يوم، دي حاجه. تاني حاجه بيضحكوا عليك ويقولوا لك العلف رخص. العلف والله ما رخص. وليه تجيبي علف؟ ما انت عندك بديل العلف وعندك حاجات رخيصه. حطيها لطيورك احلى 100 مره من العلف، واكله مغذيه. دي الاكله دي لو استمريتي عليها فتره للطيور بتاعتك، شوفي النتيجه تبقى شكلها ايه. شوفي النتيجه تبقى شكلها ايه. بحط لهم هنا بقى كده، كله هياكل ويبقوا زي الفل. طيب انت هتعملي كده بس يا بنتي يا بطه النهارده؟ لا بقى، وكمان مدلعاهم وعامله لهم مشروب قنبله. بصوا بقى لو تعرفوا فايدته والله لا تعملي لي ونهار للطيور بتاعتك. ده كركديه. الكركديه ده لا اما تغليه لا اما تضربيه في الخلاط، حريه شخصيه، انت حره. الكركديه من الحاجات المهمه جدا المحفزه اللي بتقوي جهاز المناعه. مش يعني ما بيكون في حد ضغطه عالي كده يقوم يقولوا له ايه اعملوا كوبايه كركديه. ايه بقى الفايده منها؟ هل هي بس كده جدعانه ان انا اكلهم اشربهم كركديه ان ده هيريح الناس ينزل لها الضغط؟ بس ان دي حاجه مفيده قوي للبني ادمين. طب متخيل لما تحطيها بقى للطيور بتاعتك؟ اولا محفز ومقوي وبيقوي جهاز المناعه، ومفيد جدا للكبد والكليه، وبينشط الطير وبيشجعه على الاكل. حاجات كتيره قوي على فكره. ابص مش لازم اعرف الحاجه دي كل تركيباتها ايه ايه ايه، لا، المهم ان انا ابقى عارف ان الحاجه دي فعلا كويسه للطيور بتاعتي بتفيدهم. ليه ما احطهوش للطيور؟ ليه يعني ايه ده؟ عارفه بقى كمان لو عملت زي ما انا بعمل كده، الطير بيحب الحركه دي قوي. عارفه الحركه دي؟ بصي ما بصفيش،
عارفه الحركه دي بتخلي الطيور بصي يحبوا يشربوا وياكلوا مع بعض. الحاجه اللي بتكبر طيورك بسرعه جدا بص الحركه دي، بص اكل وشرب اكل وشرب. يعني تخيلي ان انا اكتشفتها ان هم بره، شفت انا فيديوهات كتير وناس كتيره جدا عندنا في المنوفيه وكده بيعملوها، بيحطوا الميه اللي انت عامله حطاها دي اللي بقى كركديه حلب اي حاجه يحطوها في العلاقه بتاعتها. بص الحركه دي الطير يحب يعني يحب الطريقه دي جدا لانها مغذيه وبتساعده على الهضم بسرعه جدا. بصوا الحركه دي بتخلي الطيور تاكل وتشرب. مش احنا الميه دي بتساعد على الهضم والميه مغذيه؟ انا بقى مش حاطه ميه عاديه، انا حاطه كركديه. الكركديه من الحاجات الحلوه قوي، حطيها للطيور بتاعتك. مش بس انه مغذي، لا بيظبط جهاز المناعه بتاع الطير زي ما احنا بنشربه بيظبط لنا الضغط، بيظبط برضو جهاز المناعه بتاع الطير. طب انا ليه ما اعملوش بقى للطيور بتاعتي؟ ده انت هتاخدي كبشه معلقتين كده وتقومي ضرباهم في الخلاط. عايزه بلاش تضربيه في الخلاط وعايزه تغليه اغليه، في كلتا الاحوال واحد، بس هتستني عليه لما يبرد وتحطي للطيور بتاعتك. بس زائد بقى ان الشعير ده اللي انا بحطه للطيور بتاعتي دي بصوا من الحاجات الحلوه جدا المغذيه. عارفه بقى لما تقعدي تسقطي كده للطير وياكل كده قدامك، دي بقى مغذي قوي. كل وشرب، بصي وصفه. بصوا يا جماعه، خضره ورز وفيتامينات وبواقي اكل وحاجات وبصل. ليه ما احطش الطيور بتاعتي الحاجات دي؟ دي يا جماعه وصفاتي. ميه السمك اللي انت بتشويه في البيت اوعي ترميها، احطيها للطيور بتاعتك. قشر البيض من الحاجات المهمه جدا، كالسيوم تحطيه للطيور بتاعتك ومغذي جدا. ده في ناس بتروح تشتريه مطحون جاهز من عند العطارين والعلافين. الشعير من الحاجات الحلوه قوي، بصي بياكلوه وهو منقوع في الميه كده تحفه. عايزه تنقعيه في الميه كده حطيه، عايزه تاكليه لهم كده. انا دلقت شفشق الكركديه عليه هيشربوا وياكلوا. زائد كمان الفول المدشوش دوت اللي انت اساسا بتحبي، اهو الناس اللي بتحب تزغط طيورها، انا بقول لك زغطيهم طبيعي من غير ما تتعبي نفسك وترهقي صحتك. حط لهم الاكل قدامهم هم هياكلوه. عندك فول في كسر انقعيه وحطيه، عندك البودر الفول اللي هو برضو العطارين والعلافين طحنينه حطيه لهم. انت ما تتعبيش نفسك، عايزه تضغطي من اول يوم اعملي زي ما انا بعمل كده. الطير بيبان عليه الاكل، بتمسكي الطيره البطايه كده بتلاقيها شايله نفسها. دي وصفتي النهارده، حاطه شعير وحاطه قمح وحاطه كسر فول. تحطي انا حاطه النهارده فول مدشوش وحاطه قبل الشعير وحاطه بواقي رز وحاطه كركديه. وصفه انسي، وحاطه بقى خضره كلها، ورق خس على ورق كرنب على بواقي اكل. بصي حاطه ايه ومقطعاه قد ايه. الحاجات دي كلها فيتامينات عاليه قوي. والله 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 ما بحطش علف. الطيور اللي قدامكم دي بتاكل الاكل اللي انا بحطه الطبيعي ده، بلاها علب بلاها مصاريب بلاها وجع قلب. الطريقه دي بتكبر الطيور، كبرت طيورك بطريقتي وبتلاقيها زي السكر، والله العظيم زي السكر، وبتكبر بسرعه جدا. من 50 يوم ل60 يوم البطايه بتنعكي بتبقى فظيعه جميله جدا بتذبحيها. الناس اللي بتقولك بتقعد عندها 3 شهور، الكلام ده مش في البط المولر. انا البطايه تعديش 60 يوم عليها بكون دبحيها وتبقى ما شاء الله لو اكبر، بتخرطي صدرها تخريط كده. اتمنى بقى ان انتوا تعملوا وصفاتي دي، وصفه هايله جدا من غير علف. ما تجيبيش علف وعلى ضمانتي،
اعملي اللي بقولك عليه، جيبي شعير وجيبي قمح وجيبي الفول المطحون دوت او الفول الكسر وانقعيه وحطيه. الكيلو الفول بيضرب معاكي لما بتنقعيه في الميه 2 كيلو و700 جرام، يعني حاجه خياليه. انا بجيب برضو الفول المطشوش ده وبطحنه وبحطه للسمان، فظيع جميل جدا. ولا وحتى السمان نفسه، واكل فول واكل شعير واكل قمح. صلى على النبي كده يا جماعه، ما فيش الكلام ده، ما تتعبيش نفسك وعلف علف 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 الكلام ده. سيب العلف يغلى لاصحابه، لو انت ما جبتيش علف العلف هيرخص غصب عنه. واحنا عندنا بديل العلف اللي بيكبر طيور. اتمنى بقى ان انتوا تشجعوني وتشتركوا في قناتي، وعايزه لايكات كتير كتير كتير، وما تنسونيش بقى. واسيبكم في رعايه الله وامني، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.